المربع الصغنن قوي ده الازرق. تمام يمنى، انت عايزه نبعت لك؟ انا بعت الصفحه على الجروب البنات اللي مش معاها الكتاب. وصلت يا يمنى؟ هجيبها حالا. طيب عندنا حاجه بقى اسمها بيربوس في الاسبانيول. تمام، البيربوس دي طبعا بنستخدمها في كل حاجه في الدنيا. عندنا قبلها كده عشان نحاول ما نكتبش كتير عشان الكتابه هيبقى فيها مشكله بالنسبه لكم، مش هتشوف في حاجه كده عندنا اسمها لوس برونومبريس بيرسوناليس. ندى راحت فين؟ ماشي، عندنا حاجه اسمها لوس برونومبريس بيرسوناليس. البرونومبريس بيرسوناليس اللي هي الضمائر الشخصيه او ضمائر الفاعل، اللي هي انا وانت وهو وهي والقصه دي كلها، دول مكتوبين عندكم في الكتاب. احنا هنخلي وايت بورد للكتابه الضروريه قوي عشان ما تكتبوش كتير. دول اللي هم جنب بيربو، اول بيربو عندنا في الاسبانيول اسمه بيربو يامارسي. يامارسي يعني يسمى او يدعى، عشان اسال حد اسمك ايه. بيربو يامارسي. تمام، يو انا، يو تو انت، تو ولازم يبقى عليها اسنتو. ال هو، ال ايا، ايا هي. اوستد، ودي حاجه جديده مش موجوده في الانجليش عشان احنا ناس محترمه زياده. اوستد يعني حضرتك، دي بنستخدمها لو الحد اول مره اشوفه او اول مره اتعامل معاه حتى لو هو اصغر مني، وبستخدمها لو حد اكبر مني او حد من مديري. يعني هي للحاجات الفورمال، اي حد بكلمه بطريقه فورمال هستخدم معاه استاذ. بقينا اصحاب بنتكلم انفورمال، حتى لو اكبر مني بكلمه بتو. تمام، ال وايا واستاذ ليهم نفس التصريف في كل الاسباني. يعني لما ناخد كل الازمنه ان شاء الله كده ونخلصها مع بعض، تصريف ال وايا واستاذ هو تصريف واحد. فانتوا ممكن السطر الاخير ده تلغوه، يعني هو سطر واحد اللي هي مثلا ال وايا واستاذ مع بيربو يا مارسي هيبقى اسمهم سياما التصريف بتاعهم. خلاص، ده كله حاجه اسمها في السنجولار. سنجولار اللي هو المفرد، يبقى دول يو تو ال وايا واستاذ لو انا بكلم حد بالمفرد. طب لو بقينا جمع كده بلورال، اي حاجه بكتبها على الوايت بورد بقى. في البلورال عندنا نوسوتروس نحن، لو احنا ميكس ولاد وبنات او ولاد او ولاد بس. لو بقينا بنات بس هيبقى اسمنا نوسوتراس، هنشيل الاو اس اللي في الاخر ونحط مكانها اس. نوسوتروس نوسوتراس نحن. بوسوتروس بوسوتراس انتم او انتن. ايوس هم، ميكس ولاد وبنات او ولاد بس. اياس هن للبنات بس. اوستيدس اوستيدس جمع اوستيد يعني حضرتكم. وبرده ايوس واياس واوستيدس بياخدوا نفس التصريف بالظبط في كل الافعال. تمام، احنا بنحطهم حتى في سطر واحد. احنا يبقى احنا عندنا يو تو ال وايا واستاد في السنجولار، نوسوتروس وبوسوتروس وايوس وياس واستيدس في البلورال. ماشي الحال؟ انتوا غنمتوا؟ نوسوتروس نوسوتروس نحن، بس لو في ولاد في الموضوع. نوسوتروس بنات بس نحن. بالظبط. زيها بوسوتروس. بوسوتروس بقى انتم، بس لما يبقوا برضو ولاد بس. لا، ولاد بس او ولاد وبنات. ماشي. وبوسوتراس انتن. بالظبط، يعني احنا في كل كلامنا هنبقى بالماسكولينو علشان احنا يعني 17 بنت اهو، بس الاستاذ عماد هيخلينا نتكلم بالماسكولينو عشان احنا في مجتمع ذكوري متعفن. اوكي؟ سادع الصمت يتحدث. استنى. وبنات كتير قوي؟ خلاص احنا هنتكلم بالماسكولينو على طول. تمام، طيب اول بيربو عندنا في الاسبانيول البرونومبرس بيرسوناليس، دي مش مهمه قوي يعني احنا بعد شويه وقت بنشيلها لانها بتبقى لغه اسبانيه فصيحه فصحى سوري مش فصيحه. فكاني بقول بالعربي انا اسمى نوران، ما حدش يقول كده اسمي نوران على طول، اسمي رضا على طول. فبنشيل بعد شويه بنشيل البرونومبرس بيرسوناليس دي وبنصرف الفعل على طول. في الاول اللي حاسس انه هيتلخبط يخليهم حاططهم عادي علشان ما يحصلش لخبطه بالنسبه له.
فانا لما اجي هصرف بيربو يا مرسي، لو انا هقول اسمي فلانه هقول يومي يامو نوران، وهو مع اليو اسمه ميامو، ميامو هو ده الفعل على بعضه كله اسمه ميامو. ولو انا هحط برونوم بريس بيرسوناليس ههتم بيهم واحطهم، يبقى هي اسمها يومي يامو كذا، انا اسمي كذا. تمام. لو بصيت لعماد وقلت له انت اسمك، يبقى هقول له تو تياماس عماد، انت اسمك عماد، تو تياماس عماد. تمام. بما انه برضو هو الوحيد اللي ولد، فلو بقول لروان ده اسمه عماد هقول لها ال سياما عماد، ال سياما عماد، او سياما عماد على طول، هشيل ال واقول سياما عماد على طول. عماد فهمني اسم عماد نفسه، فهمني انه ده ولد، فمش محتاج احطه هو، هحط الفعل اللي بيتصرف معاه واسمه على طول. تمام. لو هقول ليمنى ان نيفين اسمها نيفين هقول لها ايا سياما نيفين، ايا سياما نيفين، او هقول لها على طول سياما نيفين. طب ده بيعتمد على ايه يعني؟ ليفل اوف فورماليتي يعني؟ لو بتكلم بطريقه انفورمال فانا هشيل ال وال، لا هو لازم في الاول زي ما انت بتعلمي حد في العربي، هو هنا بيعلم الناس فاسيكوس، فلازم في الاول يقول لك انه احنا بنتكلم انا ادعى فلان اسباني، يعني انا قديم في الاسباني، فانا قديم في الاسباني بنتكلم بقى لغه اللغه العاميه، يعني هقول ميامو نوران على طول. يوم ميامو نوران دي فصحى قوي يعني، واصله؟ مش ملهاش علاقه بالفورمال ومش فورمال، لا هي ليها علاقه بالفصحى والعاميه. اوكي تمام. طيب لو حد بيكلم المدير بتاعه في الشغل، او احنا لسه انتوا بتتعرفوا على بعض في الاول فعايزين تحترموا بعض زياده ولا ايا كان من الكلام ده، فحاجه اكلم حد هقول له استاد، بدل ما اقول له تو هقول له استاد. احنا طبعا هنا مش هنستخدمها مع، يعني مش هنستخدمها مع بعض يعني، بس عشان تبقوا عارفينها لو سمعتوها من حد، هما بيستخدموا ساعات استاد في اول مره وبعد كده بيشيلوها. تمام. وبتاخد نفس تصريف ال و ايه. جينا في الجامعة فبقيت بقول انه انا بعرف نفسي انا وامنيه عليكم، فبقول نوسوتروس او نوسوتراس، نوس يا ماموس، نص يا ماموس، أمنية إيه نوران. هنبدأ نحط الإيه اللي هي الإجرييجا. الإجرييجا دي لما بتيجي بمعنى أند بيبقى نطقها إيه زي الإيه، مش نطقها يه، يبقى هي ليها نطقين، يه في نص الكلام وفي أول الكلام وفي آخر الكلام لو جت في وسط كلمة، إنما لما بتيجي لوحدها بمعنى أند بتبقى شبه نطقها شبه الإيه، والاتنين بيساووا أند. تمام. فلو انا بقول انا وفلانه هبقى امنيه ايه نوران. تمام. لو بشاور لروان وندى وبقول لهم انتم اساميكم روان وندى، فهقول لهم اوس يا مايس روان ايه ندى، اوس يا مايس، او هقول لهم بوسوتروس اوس يا مايس روان ايه ندى. لو بكلم منى على الجروب كله وبقول لهم ايوس سياما، وحد اقول لهم فلان 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 عادي زي الانجليز، كما كما كما، وقبل اخر واحد ايه، يعني روان عماد امنيه ايه ندى، يبقى قبل اخر اسم بس هحط اجريجا. تمام. ايوس سياما، ايوس سياما، سوري استيدس سياما. تمام. تمام. فتصريف البيربو من غير البرونوم بريس بيرسوناليس بقى هيبقى ميامو ميامو، تياماس تياماس، سياما سياما، نوس ياماموس نوس ياماموس، اوس يامايس سياما. تمام. هي الاسانتو موجوده بس في الاس يامايوس يامايس يامايس. اوكي يا بس مش باينه في الكتاب. دايما مع بوسوتروس في الافعال كلها هتلاقي ان بوسوتروس هي اللي عليها اسنتو، مش البوسوتروس يعني الفعل اللي مع بوسوتروس هو اللي هيبقى عليه اسنتو. تمام. طيب المهم بقى السؤال الاولاني هنا، احنا هيبقى عندنا طبعا ديالوجو طويل عريض عشان الناس تتعرف على بعضها. اول سؤال في الديالوجو ده كله الناس بتسال بعضها اسمك ايه،
عبود، فهسأل دايما لو أنا بسأل سينكولار هقول له كومو تي ياماس. شايفينها؟ كومو تي ياماس اسمك ايه؟ الاو بتاعت كومو عليها اكسنت، معلش انا اللابتوب ما فيهوش كيبورد اسباني، طبعا دي جريمه في حقي انا عارفه بس معلش. تمام، كومو تي ياماس انهي اللي عليها اكسنت معلش؟ الاو، الكو، المقطع بتاع الكو، الاو دي عليها اكسنت. طيب، واحنا عندنا في الاسبانيول برضو اللي هتلاقوها في الكتاب فوق فوق بالظبط الجدول الازرق ده اللي هي في البريزنتارسي سالود، شايفين الصفرة دي اللي عندكم هنا؟ تمام اهو، لو انا داخله على حد كده بعرفه على نفسي هقول له اولا ميامو نوران اي تو. دايما لو بتعرف على حد اسمها قله ذوق، لو انا ما سالتوش كمان انت ايه، اي سؤال هقوله عن نفسي او اي معلومه هقولها عن نفسي لازم اسال اللي قدامي اي تو، وانت عشان احسسه ان انا مهتمه ان انا اتعرف عليه برضه. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? السؤال ده عشان هتسألوه لبعض كلكم دلوقتي. ¿Cómo te llamas? اسمك ايه؟ زي ما انتم شايفين ان احنا عندنا في الاسبانيول dos interrogativos. علامتين استفهام، واحدة في الأول بالمقلوب وواحدة في الآخر بالعداد. تمام؟ وده علشان هما في الاسبانيول ما عندهمش، انت هتمشي الجملة كلها مش هتعرفي ده سؤال ولا لا للآخر. عشان التون، تون الجملة هو اللي بيعرفك الموضوع ده، فقرروا ان هم يحطوا انترجاتيفو في الاول، فبقى عندنا اثنين، واحده في الاول وواحده في الاخر. لما نيجي لعلامات التعجب هنلاقي عندنا اثنين برضه، واحده في الاول مقلوبه وواحده في الاخر معدوله، عشان احنا لينجوا يونيك. فهسال كومو تي ياماس، فاللي هيرد هيقول لي ميامو فلان. تمام. طب لو انا سالت اثنين سالتهم ببوسوتروس كومو اوس يا مايس، هم هيردوا نوس يا ماموس. لو انا هسالكم انتوا انتوا هتردوا بنحن، لو انا هسال بتكو هتردوا مي اللي هو باليو يعني، لو انا سالت بسياما هتردوا سياما 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 نوتروس. لو انا اسال بحس سياما هقول سياما برضه بالظبط. لا مش تي يا عماد، هي زي يا روان يا امنيه، سياما او مياما. ميامو هتفرق في ايه؟ انا بسال بحد، اما اسال حد لازم هيبقى قدامي اولا، لو انا بساله وانا بكلمه اصلا باستاذ فهقول له كومو سياما اللي هي استاذ، هيبقى عارف ان انا بقول له حضرتك اسمك ايه، فطبيعي هيرد يقول لي انا اسمي كذا، فهيقول لي ميامو فلان. لو انا بشاور واقفه مع حد وبشاور له على حد وبقول له كومو سياما، يبقى انا قصدي هو او هي، يبقى الرد ساعتها برده هيبقى هو او هي. تمام. بما اننا عشان ما تتلخبطوش، بما اننا مش هنحترم مش هنتكلم مع بعض فورمال يعني، فمش هنستخدم استاذ، فما اقول لك كومو سياما فلان او سوري كومو سياما، يبقى انا قصدي اكيد هو او هي، فانت هترد برضه بسياما، يبقى سياما مش هتتغير الا في حاله لو انا بتكلم باستاذ. تمام. لو انا بسالكم بسوتروس هتردوا بنوسوتروس، لو انا بسال بالتو هتردوا باليو. بين بين